كي قلت من جملة الأحداث، حدث اللي هو يعني كان كبير في ساعته، كان كبير لدرجة أنه خلى واحد ضجة كبيرة، هو كان انشقاق ديال الفريق التجمع الوطني الأحرار وتنشئ الحزب الديمقراطي اللي كان مرأسه أرسال الجديدي. وهاد الصراعات اللي كانت بيناتهم وداك الشيء هذا فضات بواحد شي خلاف وقع في شي لجنه ولا شي حاجه، وطلعوا يحتكموا عند الرئيس اللي كان هو الديولسكي بابا الله يرحمه. من ضمن الناس اللي طلعوا كان خليه لنا ولد رشيد، وكان هو مع الحزب الديمقراطي، بدا كيتزايد مع رئيس مجلس النواب الديولسكي بابا في الكلام الاخر. ما قال له خرج لي من المكتب ديالي، قال له انت اللي تخرج من هذا المغرب كله، انت يا موريتاني. تزاد الكلام الاخر ما عرفت شنو قال له، وهو خليه لنا ولد رشيد كيجمع معاه بواحد التصرفيقه حتى طارت له الساعه من يديه وارتمت في الارض. طبعا كان الحضور تما اللي ما خلاوش الاشياء تكبر، جا دخلوا النواب، دخل الامن، قالت القضيه، ويعني وداول سيدي بابا الله يرحمه ما رضاش. وصاحب المغفور له الحسن الثاني كان ديك الساعه في زياره للجنوب ومشى تبعو، وسمعنا اشتكى له شنو حدث، الله اعلم، انما اشتكى الملك. وهذا حدث كان معروف.